ودايما قبل ما ابدا كلامي بصلي على النبي الغالي وتاج راسي. وقبل ما تقول قولي الحمد لله وخلي امورك بالله تعيش مرتاح البال. اصل انت مهما عملت مش هتعجب حد، خليك فاكر الكلمة دي، مهما عملت مش هتعجب حد، ومهما تكون ابن اصول هيقولوا عليك انك واطي، فخلاص خليك مع الواطي واطي، وخليك مع الجدع جدع، ولو كان معاك فلوس، لو كان معاك فلوس قول انا مستور وما تقولش انا معايا فلوس، ولا تقول احنا اللي عملنا وسوينا، وسيب الحكاية تعيش وخليك في أكل العيش، بس يكون بالحلال مش بالضحك على الناس، علشان تفضل صحتك وعافيتك وتدوم عليك النعمة. وسيبك من كلام الناس، أصل في الآخر كله هينداس، لأن كلام الناس ما عندوش إحساس. وارجع أقول لك يا ابن بلدي، يا ابن الأصول، يا ابن الحلال، هتدوم النعمة ومش هتضيع طول ما أنت متوكل على رب الكون. يمكن يكون كلامنا بيمس مشاعر بعض الناس، بس هي دي الحقيقة. لو انت ما عندكش مشاعر تبقى انت مش انسان، تبقى حيوان. اصل المشاعر دي يا حبيبي ربنا ميزنا بيها مع العقل ومع القلب، لازم يكون عندك مشاعر وتشعر بالآخرين. لو ما شعرتش بالآخرين ملوش لازمة الكلام. علشان كده دايما اللي بيعيش وسط الناس يا إما يعيش فوق الراس يا إما ينداس. فانت اعمل الطيب وخلي أمورك برب الكون وخليها على الله. أبدأ معاكم بحاجة أنا أعتقد إن هي مهمة جدا في المجتمع المصري بالذات، مع إن هي موجودة في مجتمعات كتير، اللي هي التعصب الأعمى. أنا أهلاوي وما بحبش الأهلي يتغلب أبدا، وأزعل وأكتئب وأتضايق، ده حقي، دي المشاعر بتاعتي تجاه النادي بتاعي، بس ده ما يخلينيش اقل ادبي على حد، ولا يخليني اجيب سيره حد، ولا اعتدي على حرمه واخلاق واهل حد. دي كوره. انا بحيي النادي بتاعي، بحيي النادي الاهلي بتاعي وبحبه وهفضل احبه، زي ما الزملكاوي بيحب النادي بتاعه وما بيحبش حد يجيب سيرته. بس خلي بالك نادي الزمالك بكيانه العظيم، لان من غير زمالك مفيش اهلي، ومن غير اهلي مفيش زمالك. انا النهارده بتكلم عن التعصب الاعمى، خاصه يا جماعه ان احنا داخلين او منتظرين مباراه مهمه جدا هتحدد مصير يا التاسعه، مش قادر اقول الستة عشان انا اهلاوي بس هقولها، او الستة. خلي بالك مش عيب ان انا اقول ده على الهوى، انا اهلاوي ولعبت في الاهلي وبعشق الكيان وبعشق النادي الاهلي، بس برضو ارجع اقول الاندية دي مش اندية اشخاص. يا ريت الناس تفهم كلامي بقى، يا ريت الناس تستوعب اللي انا عايز اقوله. الاندية دي أندية رياضية،
ليها شعبيه وليها كيان في كل احياء مصر وفي كل ربوع مصر. هل الانديه دي مرتبطه باشخاص؟ نبقى اغبياء. ده كيان، انت بتشجع كيان، بتنتمي لهذا الكيان الرياضي الصرح العالمي سواء كان الاهلي او كان الزمالك. انا بقول الانديه دي مش مرتبطه باشخاص. النهارده اللي بيدافع عن نادي الزمالك هو بيدافع عن كيان نادي الزمالك مش عن شخص حد. والله يسهل لعبيده، الله يسهل لعبيده، اللي غلط غلط واللي خسر خسر واللي نجح نجح. بس اجي برضو عند الناحيه الثانيه واقول الناقد الرياضي الاستاذ حسام الحاج، يا استاذ حسام. اهلا بيك يا استاذ وائل، اهلا بكل مشاهدينك الكرام. الو، اهلا بيك يا استاذ وائل. يا جماعه انا مش سامع الاستاذ حسام. اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك الكرام. الو، طيب هنعاود الاتصال بالاستاذ حسام الحاج الناقد الرياضي باليوم السابع، وليه الشرف ان هو يبقى معانا في مداخله خاصه في الموضوع ده. فاحنا النهارده منتظرين نهائي افريقيا، الاهلاويه عايزين التاسعه وانا معاهم، والزملكاويه عاوزين السادسه، من حقهم، نادي وكيان وعريق. بس السؤال بقى، السؤال، الكيان ده مرتبط باشخاص؟ خالص. الكيان كيان، الاشخاص بتزول والكيانات بتفضل زي ما هي. انت بتفضل كيانك قائم، سواء بقى فلان جه فلان مشي، فلان مسك رئيس، فلان مسك ما مسكش، فلان نجح فلان سقط. ده في ايا كان، سواء اهلي او زمالك او غير الاهلي والزمالك. لذلك انا بقول لك بقى، اوعى تربط الكيانات دي باشخاص. المكالمه جاهزه معانا ولا لسه يا جماعه؟ عشان كده انا بقول بلاش التعصب الاعمى. كلنا بنعمل كوميكس ونقعد نحفل على بعضينا، انت تحفل شويه على الزمالك وهو يحفل شويه على الاهلي، انا معاك. انا بقى هتقول لي بقى انت عايز توصل لايه؟ هو ده موضوع ليه لازمه؟ ليه لازمه. عارف ليه بقى ليه لازمه؟ عشان ممكن تفاجأ ان واحد بيطلق مراته. والله راجل عبيط بيطلق مراته عشان هي مثلا زملكاويه وهو اهلاوي، او هو اهلاوي وهي او هي اهلاويه وهو زملكاوي، فيطلقها. ده نقول عليه انت معتوه، او نقول له انت راجل دماغك فاضيه، معرفتش يعني ايه الموضوع. انت بتشجع نادي كيان، اوعى تربط نفسك في تشجيعك للنادي بتاعك الكيان ده، اوعى تربط نفسك بان انت مرتبط بشخص. حب اشخاص عادي، انا احب لعيبة الكورة بركات ابو تريكة، حسام غالي عادي، وفي الزمالك برضو في ناس بتحب لعيبة، حب اللعيب عادي. بس اللعيب ده مشي من الكيان، انا حبي باقي للنادي. طيب ننتقل لنقطة تانية يا جماعة مهمة جدا. أستاذ حسام الحاج معانا ولا لسه يا جماعة؟ لا إله إلا الله. طيب، فالنهاردة التعصب الأعمى ده بيسبب مصايب. تلاقي واحد متعصب للنادي بتاعه وعامل مشاكل، تلاقيه مثلا اتخانق مع جاره الزملكاوي وشتموا بعض. هو ايه اللي بيحصل؟ التعصب ده هيودينا لفين؟ انا بقول لك انت اهلاوي او زملكاوي، ده مش حاجه عيب، دي حاجه كويسه، بتشجع نادي وتشجع كيان وعادي جدا، الامور كويسه معاك وزي الفل. بس النهارده بقى لما نيجي نقول ان انت بتخسر جارك عشان هو زملكاوي وانت اهلاوي، أنا مستغرب بصراحة. طيب أنا هستسمحكم في فاصل كده قصير بعد إذن الأستاذ وليد عمارة، نطلع فاصل.
علاء سامي الحاج. علاء الطلاق انتوا علاء الطلاق انتوا كده بتنرفزونا يا جدعان وبتضيعوا الحلقه مننا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. هو في ايه يا جماعه؟ انا مش سامع حاجه لسه اهو، دخلهولي يا استاذ حسام. معايا حضرتك سامعني؟ طيب علي الصوت بقى والنبي يا وليد بيه. يلا انا طلعت فاصل عشانك والله، معلش يا حسام بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعت لحضراتكم تاني ومعايا الاستاذ حسام الحاج الناقد الرياضي باليوم السابع. الو؟ معاك يا كابتن مستشار وائل، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا الكرام. الو؟ اهلا بيك يا كابتن مستشار وائل واهلا بكل مشاهدينا الكرام. الو؟ انا مش سامع الاستاذ حسام يا جماعه. انا سامعك يا استاذ وائل. يا حسام بيه؟ سامعك يا سياده المستشار. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير ربنا يخليك. منور. يا ريت الاستاذ وليد يعللنا الصوت شويه يا جماعه، انا مش عارف في ايه. حاضر حاضر هنعلله لك بس كمل. طيب يا حسام بيه معايا؟ معاك يا سياده المستشار. منور الدنيا حضرتك معانا. نورك يا فندم واهلا بيك. ربنا يبارك في حضرتك. انت ايه رايك في حكايه التعصب الاعمى اللي انا بتكلم فيها دي؟ هو في البدايه يا استاذ وائل خلينا نقول ان وصول الاتقان المصريان الى نهائي الكره الطلبيه في وشيء مشرف للكره المصريه. حقيقه حدث مرر كثير يعني لاول مره في التاريخ، حدث للفخر وحدث للاعتزاز. حتى النهارده شوف الكابتن محمد صلاح، حضرتك طبعا الكابتن محمد صلاح بيتكلم عن الحدث وازاي بيقول ان الحدث ده شيء عظيم ويدعو للفخر، وازاي ودي رساله عظيمه نفهم بينا من صدورها حاجات كتير لنبذ التعصب. نيجي بقى لحضرتك مساله التعصب. الموضوع في الفتره الاخيره زاد جدا عن حده، وفي اسباب طبعا كثيرة جدا اثبتت هذا الصراع، منها طبعا برامج التوك شو، منها برامج، منها منصات الميديا. طبعا كل الحاجات دي برامج التوك شو بتغذي المنصات السوشيال ميديا. الموضوع طبعا صعب جدا اذا لم يعني تم الامر، اذا لم نلتفت اليه ستكون عاقبته طبعا كبيره جدا. المفروض رسالتي للجمهور الاهلي ان الموضوع لابد ان يكون التشجيع اكثر نظام وبعيد عن التعصب. كنت انت اهلاوي واذا كنت هذا لا يفيدك في شك او يعيدك في شك. الصوت مش مظبوط قوي يا استاذ وليد. اتفضل يا ست الاستاذ حسام. انا مع حضرتك. طب هو حضرتك انت ممكن يكون الشبكه انت واقف في حته معينه او التلفزيون شغال، الصوت بيقطع بس انا سامع حضرتك بس الصوت بيقطع. كويس حضرتك سامعني كده كويس؟ انا سامع معاك كده. بس عشان بس هو الصوت بيردد عندي بس بالتليفون. لا انا كده تمام قوي، انا كده منتبه ومركز مع حضرتك اهو. يعني اذا رسالتنا للجمهور الاهلي والزمالك ان يوم 27 نوفمبر لابد ان يكون يوم عرس كروي، يوم عرس كروي نفخر به جميعا، لان
طيب هل تتوقع حضرتك يكون في جماهير يا استاذ حسام؟ نعم. هل تتوقع وجود جماهير في النهائي الافريقي بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي؟ الى حتى هذه اللحظه التي نتحدث بها مع المستشار، الاتحاد الافريقي لكره القدم لم يخبر الاتحاد المصري بوجود جماهير، ولكن هناك محاولات من الجانب المصري طبعا بالتنسيق مع الامن ان يحضر 5000 من جمهور الاهلي و5000 من جمهور الزمالك. طب انت حضرتك متوقع او شايف ان السوشيال ميديا بتؤثر بالسلب على النهائي ده؟ طبعا طبعا السوشيال ميديا طبعا اذا لم او نعمل عليها كنترول سيكون لها تاثير سلبي كبير جدا على النهائي الافريقي، خاصه انها اخطر من برامج التوك شو. انت دلوقتي لما تتكلم على السوشيال ميديا بتتكلم بسلبيه اكتر او بتتكلم بجراءه اكتر، لان انت حضرتك مش شايف اللي قدامك، بتتعامل مع شخص مجهول، فبالتالي انت بتعمل اشياء او حاجات تؤدي الى الفتنه، غير لما تبقى طالع ببرامج التوك شو والموضوع يبقى عليه كنترول اكتر. ممكن تكون الجمهور انا مع حضرتك الاهلي والزمالك على منصات السوشيال ميديا لابد ان يتحلوا بالروح الرياضيه، وزي ما انا قلت لحضرتك لازم التشجيع يبقى تحت مظله مصر، لازم هذا الحدث يخرج بشكل يليق بمصر ويليق بسمعه الكرة المصرية. وانت معايا كده يا حسام بيه، يا حسام بيه وانت معايا كده عايز انكشك نكشة كده، انا اهلاوي تحت امرك. طيب وبقول لك انا خايف من ماتش النهائي ده، وخايف من فرقة الزمالك المرة دي بالذات، حاسس ان هم الفرقة فيها يعني فرقة قوية المرة دي، تتفق معايا ولا تختلف؟ لا اتفق طبعا معاك. الماتش النهائي طبعا لو هتتكلم في نقطة التوقعات هتبقى صعبة جدا، ال 50-50 يعني، ودي متهيألي أول مرة نقول 50-50 طبعا. لأن الزمالك شكله مختلف عن السنوات السابقة، الزمالك عنده فرقة تقيلة، عنده مدرب تقيل، تمام، عنده نجوم كبار واقفة على رجليها. الزمالك لو تلاحظ في ماتشاته الأخيرة الفترة دي ما بقاش زي زمان، بس الزمالك بقى يستقبل جول، لو تفتكر زمان في ماتشاته كان بيستقبل جون وبيستقبل الثاني وبيستقبل الثالث، اللعيبه ما كانش يبقى عندها الحماس ان هي ترجع. لا دلوقتي بقينا نشوف الزمالك بشكل جديد، فرقه قوامها دلوقتي بيروح مع الاهلي للمنتخب الوطني بمصر، يعني في 6 لاعبين من الزمالك في المنتخب وفي 6 لاعبين في الاهلي، بمعنى ذلك ان الزمالك بقى قوامه او عماده يغذي المنتخب الوطني. فال يعني لذلك بقول لك فرقة الزمالك يعني بقت فرقة قوية، عندهم استقرار فني وعندهم مدرب كوب يعني ما نقدرش نقول التاسعة ولا الستة. لا صعبة جدا. طب سؤال أخير قبل ما التوقعات هتبقى صعبة جدا. طب سؤال أخير يا حسام بيه مهم جدا. هل ما يحدث في نادي الزمالك وفي أروقة نادي الزمالك وما حدث من بعض الأمور دون ذكر أي أسماء لأي شخصيات، هل يؤثر على الفريق؟ في البداية خليني أقول لك يا مهندس شار، لازم نفصل بين كيان نادي الزمالك وبين إدارة نادي الزمالك. كيان نادي الزمالك كيان كبير وكيان عظيم وكيان له اسمه وثقله في مصر والوطن العربي، وله جماهيره العريضة التي تشجعه في كل مكان، يعني كيان محترم. لا احد يستطيع ان يسقط نادي الزمالك، ولا احد يجرؤ ان يسقط نادي الزمالك، ولا احد يجرؤ ان يتامر على نادي الزمالك، ولكن القصه لازم نفصل بين الاشخاص وبين الكيان. ما يحدث في نادي الزمالك من هذا اداريا في هذا الوقت الذي نعيشه هو نتيجه مخالفات سابقه، ورأت وقتها في اللجنة الأولمبية أن تتخذ فيها القرار المناسب، شيء يرجع لها وتطبق فيه القانون، لكن بما لا يدعو مجالا للشك أن إدارة نادي الزمالك مؤسسة كبيرة من إدارة ونادي وجماهير، يعني أعتقد أن الاختلاف والنهزة الإدارية من المؤكد أنها ستشتت بعض ذهن بعض لاعبي نادي الزمالك، وإلا في هذا الوقت يحتاجوا إلى يعني الدفعة المعنوية من طيب من انا انا
انا قبل ما اختم مع حضرتك، وانا طبعا سعيد ان انت معايا على الهوا، لان طبعا انت تملك من الاسرار في هذه القمه ما لا يعرفه الكثير، لكن انا عاوز اقول وانت حضرتك معايا كده، هو تزول الاشخاص وتبقى الكيانات، صح كده؟ نعم. سواء اهلي او زمالك. نعم. ده اللي احنا عاوزين نتعلمه بقى، مش عايزين نربط الاشخاص بالكيان، كان قائم. انت هتفضل تشجع الزمالك، فلان هيموت وهيجي بعده، فلان هيتوكل على الله وهيجي غيره، الكيان ثابت. لذلك انا بختم مع حضرتك في هذه المداخلة الجميلة اللي انا سعيد بيها، ان احنا نتفق بألا يكون هناك تعصب، ودي رسالتي مع حضرتك، واتمنى تكون رسالتنا واصلة لجميع مصريين في كل حتة. وانا سعيد بهذه المداخلة. كان معايا الاستاذ الناقد الرياضي حسام الحاج من اليوم السابع، تشرفت بحضرتك يا استاذ حسام. طيب كده احنا ايه بقى عشان ما نتعصبش، نقول التاسعة جاية. انا متعصب، هعمل ايه؟ متعصب بس بأدب يعني، ما غلطش في حد، بس التاسعة جاية ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نخش بقى او ندخل على الموضوع التاني، الموضوع برضو اللي هو ايه يعني، انا شايف ان هو محتاج ان احنا نتكلم فيه مع الاستاذ او المستشار عبد العزيز التهامي. يا ريت الاستاذ وليد يحضر لنا المداخلة، مستشار عبد العزيز التهامي. طيب ليه بقى هنكلم المستشار عبد العزيز التهامي؟ هنكلمه لان النهارده امبارح اجلت قضيه من اهم قضايا الراي العام. انهي قضيه دي؟ من رئيس المحكمه السيد المستشار محمد نصر الدين بركات. طب بينظر انهي قضيه؟ بينظر قضيه المتهم عبد الكريم غريب عبد الكريم الشهير باسلام. برضه لسه ما قلتليش ايه المعلومه، السافل المنحط القذر المتهم في هذه القضيه، اغتصب زوجه امام زوجها في المقابر في محافظه الاسماعيليه. ايه اللي حصل؟ القضيه اتاجلت النهارده، واحيلت اوراق هذا الحقير. ما اصل المتهم دي كلمه مؤدبه، خلي بالك اما اقول على فلان متهم، اتهام ده لأي حد، أي حد في الشارع يتهم عادي، أيا كان منصب يتهم، لكن لما أقول عليه الحقير، ده حقير، ده سافل، ده منحط، ده قذر، ده المجرم بمعنى كلمة الإجرام. ده واحد اغتصب زوجة أمام زوجها، حاجة قذرة. معانا المستشار عبد العزيز التهامي. ألو؟ يا سيادة المستشار. ايوه يا البيه. زي ما عليك يا فندم. الحمد لله يا رب العالمين. انا عشان ما اخدش من وقت البرنامج وما اخدش من وقت حضرتك، عايز سريعا تقول لنا القضية دي بتعني ايه، وانت شايف المحكمة اصابت في احالة اوراق المتهم للمفتي، لفضيلة المفتي، ولا القانون بيلزمها، ولا هي شددت، ولا يعني حضرتك ناقشنا في هذا الامر. أولا يا وائل بيه، القضية فيها أربع متهمين. تمام. طبعا تم إحالة المتهم الأول، محكمة جنايات الإسماعيلية أحالت أوراقه إلى المفتي وأجلت محاكمة ثلاث متهمين آخرين عشان برضو الناس تفهم. الثلاثة المتهمين الآخرين عبد الغفار ده 17 سنة، كريم 16 سنة، أحمد 16 سنة. المتهم الذي تم احالته الى فضيله المفتي ده اللي يعتبر بتنطبق عليه نص الماده 267 من قانون العقوبات. تمام. عشان نفهم بس ونعرف بالظبط الماده بتقول ايه؟ بتقول من وقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد. تمام يا معالي المستشار. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة. طب والمجني عليها هنا متهيألي مكملة 18. أنا لسه هكمل يا وائل بيه، هكمل بقية المادة. اتفضل يا فندم، اتفضل. أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها. تمام. أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم
او تعدد الفاعلون للجريمه. تمام. المشكله هنا ان القصه نفسها سيئه جدا. يعني لما تشوف وقائع القضيه بان بعض المتهمين او المتهم الاول لما يقوم باغتصاب سيده او فتاه امام زوجها في المقابر، القصه كلها ان هم كانوا رايحين يدوروا على توك توك او تروسيكل بتاعهم موجود هي وزوجها. لما يغتصبها هؤلاء الفجره الحقراء، يعني يقال عليهم اكثر من ذلك، ده اسمه فساد في الارض. يعني ما هو الفساد في الارض انواع، الحرابه انواع. نعم صح. يعني لما نقول ان ربنا بيقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. نعم. ذلك لهم خزي في الدنيا. نعم. الى اخر الايه، سبحان الله. صدق الله العظيم. نعم. يعني انت لما بتشوف حاجات زي دي، لم نكن في مصر نرى هذه الامور. مهزله. الا ان للاسف الشديد بدانا نشوف سوء الاخلاق. بدانا نشوف، احنا قلنا المجتمع المصري عندنا محتاج حاجات تربوية كثيرة. الشباب دلوقتي اللي هو عنده 15 أو 17 أو 18 سنة للأسف الشديد عاش البرنامج بتاع حضرتك اسمه ضد الفوضى. حقيقي. تمام؟ عاش حضرتك في فوضى في فترة معينة أو حقبة معينة من الزمن. فأنت بقيت تلاقي الولد اللي كان بيعدي في الشارع يقول لك السلام عليكم ازيك يا عمو، دلوقتي لا مؤاخذة أنا آسف في اللفظ، التلميذ بيشتم الاستاذ. ومع احترامي ممكن تلاقي عيال ممكن في يمد ايده كمان، لكن مش هنقول سجاير اوسخ وافظع من ذلك. بقت قصه المخدرات طيب موجوده عندهم في المدارس. طب ده هذه الامور على طب حضرتك شايف ده نقص في قانون العقابي لهؤلاء، ولا نقص في التربيه، ولا نقص في اخلاقنا، ولا احنا اتغيرنا، ولا احنا رايحين فين؟ امور كثيره يا وائل بيه. نقص في التربيه رقم واحد في المنزل. لان احنا بنقول ايه؟ اذا كان رب البيت بالطفل ضاربه فشيمة اهل البيت الرقص. نعم. انت مش هتلاقي على الاطلاق واحد بيصلي في منزله وبيقول لابنائه قومي يا ابني صلي وقومي يا بنتي صلي، او بيشوفوا والدهم بيصلوا وهم هيروحوا خماره، من المستحيل عشان نبقى قادرين. يعني هتبقى في حالات شواذ. جزء على التربيه المنزليه، جزء على التربيه التربويه في المدارس. مع احترامي الشديد، احنا وانت كنت زمان في الجامعات بتروح تقعد في حواري الجامعه والشوارع بتاع الجامعه وتلف بيها بس وتمشي تروح، ولا كنت بتخش تحضر المحاضره كده وانت داخل كانك داخل مسجد هتصلي؟ لا طبعا. أو ده كانك داخل كنيسه هتصلي. طب تصدق وتؤمن يعني بالله يا سياده المستشار، تصدق وتؤمن بالله ونعم بالله، والله يوم ان رايت قبه الجامعه بكيت. الناس دلوقتي جامعه ومش عارف ايه، قاعدين على الرصيف وحاجه كده، تحس ان ما بقيناش في تعليم، ولا بقينا في اخلاق، ولا اي حاجه. ولذلك انا يعني تعليم ايه يا وائل بيه؟ ما هو الكل برضه بيجيب على مش الجامعه لوحدها اللي مسؤوله، الجامعه والاسره نفسها مسؤوله. منظومه كامله. صحيح. منظومه، لما نيجي نعيد المنظومه دي لازم نتعب. زي البيت اللي عندك، لو في بيت هدم يبقى انت محتاج ترمم. طب انا بقى لو البيت بايظ خالص ماذا افعل؟ اذا يبقى لازم اجيبه من جنود. ربنا يعلمنا ويفهمنا. انا والله يعني سعيد بهذه المداخله الجميله والكلام مع حضرتك. يعني بمناسبه قبل ما تقفل معايا، اتفضل. بمناسبه قبل ما تقفل معايا، قصه التعصب، وانت طبعا بتقول انا اهلاوي وانت تعلم انني اهلاوي ترسناوي ايضا. تمام. يعني احنا عايزين التاسعه، محدش يزعل. ولكن فعلا بعيدا عن بعيدا بعيدا يا وائل بيه عن الاشخاص. فعلا كيان النادي الاهلي كيان كبير، وكيان نادي الزمالك كيان كبير. بس كيان احلى كلمه. كل الانديه المصريه حتى الصاعده نحترموها. ليه؟ لان دي اللي بتفرز وبتفرغ الحاجات اللي بتطلعها للفريق القومي. صحيح. اللي ده اللي احنا نفرح بيه. صحيح. انما
صحيح. والآخر يشجع كما يريد، لكن بلاش بقى السباب ومناسبة الكوميكس والحاجات اللي بيحطوها الأولاد والشباب دي ويخبطوا بعض على صفحات التواصل. ده حاجات بتخرج الإنسان عن شروره، وده ممكن والله يفقده. ده ممكن يا بصير، ممكن يا سعادة المستشار حاجة تحصل قبل ما اختم حضرتك، ان يفقدوا صداقتهم بسبب الاهلي والزمالك. كان معانا المستشار عبد العزيز التهامي يا جماعة، المحامي بالنقد والإدارية العليا. بصراحة يعني انا بسعد لما بيكون معايا على الهوا، كلامه جميل وكلامه معبر وراجل موجود في ساحات المحاكم وفي ساحات القضاء والمجتمع وله باع في هذا. انا بحب اخد الخبرات بتاعه الناس الجميله دي ونوريها للناس. نيجي بقى بسرعه لموضوع تاني مهم جدا برضو من المواضيع الهامه. كان في صلح في امبابه، يا ريت الصور. الاستاذ مسعود معانا، يا استاذ وليد، الاستاذ مسعود. كان في صلح في امبابه، دي من ضمن الحاجات برضو اللي انا عايز اقولها لكم. الصلح ده كان عباره عن ايه؟ ليه كانت الناس دي بتصطلح في امبابه وجايبين اعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشيوخ وقاعدين وعاملين صوان والموضوع كبير؟ عارفين ليه؟ بسبب السوشيال ميديا. اصل في ناس قذره بتتخفى ورا السوشيال ميديا. واحد يبقى راجل يعمل نفسه ست، واحدة تبقى ست تعمل نفسها راجل، وظهور للشذوذ وظهور للأخلاق الغير البذيئة. طيب الصلح الكبير اللي احنا قدامنا ده، بفضل الله تشرفت ان انا اكون فيه، كان ايه سببه؟ كان سببه ان واحد عمل صفحة على الفيسبوك، واحد للأسف عمل صفحة على الفيسبوك وقال ايه بقى؟ قال امسك جيراني واحد واحد، بقى يمسك فلان يقول لك فلان ده تاجر مخدرات، يقول لفلان ده انت جبت الفلوس دي منين على الصفحه؟ ما هو محدش عارف مين هو. الصفحه كان اسمها البازا فندي، الصفحه دي على النت يا جماعه في الفيسبوك، ويخش على فلان ويشير ويقول فلان حرامي وفلان مش كويس وفلان قليل الادب وفلان مراته خانته. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ مسعود الشهير بكتة. أهلا وسهلا يا فندم، أنا متابع المستشار. الصلح دون، أنا لسه بقول للناس السوشيال ميديا بتودي الناس في داهية. والله يا فندم هو الصلح ده كان بناء صفحة اتعملت كده وهمية. كان اسمها البازا فندي. فشاب وطلع من عائلة ربنا برضه، عائلة محترمة. بس انت، انا شفتك في الصلح ده، انت بصتوا دماغ بعض وحضنتوا بعض وعفيت. ما يا فندم انت يعني في ناس يعني الشاب غلط. طب انت السؤال برضو هنا، اصل انا سمعت ان في ناس بتقول ان انت اخدت لك 3 مليون جنيه. والله يا فندم الموضوع باين من التدريجات كلها. عشان الناس تقول لوجه الله عز وجل، ودايما السماح لوجه الله، هو ده اللي احنا عايزين نقوله. طيب انا يا استاذ يا حاج كوتة، انا طبعا حضرت الصلح ده وشفته بنفسي، وتشرفنا بوجود. لا يا فندم، ده احنا لنا الشرف. الله يكرمك يا حبيبي ويخليك ويبارك فيك. انا فرحان بحاجه. الصلح ده يا جماعة، ده اللي أنا هقوله بقى على الهوا، جاب ناس من الشرق والغرب. الصلح ده حضر فيه شخصيات بطريقة لو هم مجتمعين على عضو مجلس الشعب مش هيحضر الجمع ده ولا هتحضر الأشخاص دي مع بعض، وده اللي عجبني في الصلح ده. بس اللي أنا عايز أقوله، السوشيال ميديا بتودي في داهية. النهاردة الأستاذ مسعود اللي هو الشهير بكتة راجل في حاله ومحترم وراجل تاجر وغيره وغيره وغيره، فواحد قال لك إيه؟ زقوا التاني عليه، راح عيلتين هيقعوا في بعض وهتحصل قتله بسبب السوشيال ميديا والناس تقع في بعض وروحوا في داهيه بسبب ايه؟ واحد قال على التاني حرامي وده مش عارف مش كويس وده ما جاب فلوسه منين؟
طب يا ابني انت عمل صفحة ومية وبنشكر مباحث الانترنت طبعا وانت اكيد معايا. وانا بشكرهم معاك وهي دي شغلتهم. ونقدم شكر برضه للسيد المقدم مؤمن بن برد ان سمح لنا ان احنا نعمل القعده الجميله دي. تمام. تبقى حاجه تخلي الشباب تحترس من الانترنت. انت ساعدت للمنظر الجميل ده عشان الشباب ما يقعوش في بعض، صح كده؟ بالظبط يا فندم، عشان عيالي حقنا حقنا للدماء، وانا معاك في ده، وانا بشكر حضرتك على الهوا وبشكر كل من حضر هذا الصلح، والحمد لله كانت الحاجه جميله ومشرفه، ولما بصتوا بعض وحضنتوا بعض دي بينت الصفات المصريه اللي احنا مش لاقيينها دلوقتي. والله معلش انت حتى كمان ليه، وبشكر معلش اعضاء مجلس الشعب عندنا في البابا، وانا بشكرهم وانا بشكرهم وانا بشكرهم. تمام، وانا بشكره مع حضرتك. كلنا لوجه الله. ربنا يجعلنا دايما في الخير. انا متشكر للمداخله الجميله دي، بس انا كنت حابب يا جماعه متشكر استاذ مسعود. انا بس كل يا جماعه اللي انا عايز اقوله، السوشيال ميديا خلي بالكم تودي في 60 داهيه. يا ريت بقى، انا النهارده المهرجانات استاذ وليد معايا، المهرجان بتاع جيكا ده اللي انا سمعته في بقى يا جماعه، المهرجانات عامله شغل جامد قوي، بس انا لقيت ولد من ابو جرجاس في المنيا عامل مهرجان لمصر. خلي بالك بقى من حاجه، يعني مهرجانات كترت وفي ناس بتحب تسمع مهرجانات لانها بتعبر عن كلمات في الشارع وبتعبر عن مشاعر معينه وليها موسيقى معينه، وانتشرت وبقت عامله انتشار رهيب. الفيديو بتاع طب نسمع كده المهرجان ده يا جماعه عشان انا عجبني لانه بيتكلم عن مصر. مهرجان من المهرجانات اهو. احنا المصريين، احنا المصريين، مين يعدينا مين، مين يعدينا مين، احنا المصريين، احنا المصريين، مين يعدينا مين، انتوا مين 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 مين، انتوا مين يا مومين، حطوا راسكوا براس مين مين، ده احنا ده احنا المصريين، انتوا مين 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 مين، انتوا مين يا مومين، حطوا راسكوا براس مين مين، احنا احنا المصريين، واللي عادينا تحت رجلينا، اللي عادينا تحت رجلينا، وتشهد سينا لو 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 ناسيين، ارضنا هي عرضنا، ومصر دي امنا، اللي قرب منها نفديها احنا بدمنا، احنا جيش اسود في الجو وعلى الحدود، خيري اجناد الارض يا شوية قرود، عارفين اللي مولكو واحنا هنكسر عينكو، عارفين اللي مولكو واحنا هنكسر عينكو، لو قربتوا لمصر يبقى بجد يا ويلكو، ادخلوها امينين محفوظة ليوم الدين، ادخلوها امينين محفوظة ليوم الدين، هنفضل دم واحد نصارى ومسلمين، احنا ما بنجيش على حد ولا بنعادي حد، احنا ما بنجيش على حد ولا بنعادي حد، بس اللي بيجي علينا هيشوف الموت بجد، شعبي وبشوي داخلية على قد المسؤولية، شعبي وبشوي داخلية على قد المسؤولية، تحيا تحيا مصر في اي اوان وعص، تحيا تحيا مصر في اي اوان وعص. الو الو الاستاذ جهاد، يا ريت الاستاذ وليد يعلي الصوت، انا موضوع الصوت ده بقى ايه. الو. ايوه يا فندم مع حضرتك. ازيك يا جهاد؟ ربنا يخليك يا فندم. حلو المهرجان اللي انت عامله ده. ربنا يخليك يا فندم، ميرسي قوي على ذوقك الجميل. اياك ما تقلبش بقى وتعمل لنا الفاظ مش كويسه بعد كده. ده عامل مشاهدة على اليوتيوب ده يا جهاد؟ عامل مشاهدة حلوة قوي على اليوتيوب يا فندم. طيب انا بقول لك الف مبروك. انا طبعا يعني الناس مش انا ما اعرفكش وانت اكيد ما تعرفنيش، بس انا شفت الـ 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 المهرجان ده لقيته بيتكلم عن مصر، فهي حاجة برضو ايه يعني نقدر نستغل الحاجات اللي طالعة جديد دي
في برضه في حاجات كويسة، مش لازم كلها تبقى حب ودلع وانت معلمة وانت مش عارف ايه وكله كلام على البنات وما فيش اي حاجة خالص. ما نستغل برضه المهرجانات دي في الكلام برضه عن الحاجات الحلوة والاخلاق، ونستغلها في التعبير عن مشاعرنا وعن وطنيتنا. ولذلك انا عرضت لحضرتك المهرجان دون وعجبني. هو انت عندك استوديو يا جهاد؟ طيب كلفك كتير المهرجان ده؟ هو كلفني كتير يا فندم. كلفك كام؟ 40,000 جنيه. المهرجان ده متكلف 40,000 جنيه؟ اه يا فندم، متكلف عليا 40,000 جنيه. ليه يا عم؟ ده ايه ده؟ ده مبلغ رهيب. اه طبعا كله كده مصر يا فندم. انت شغال ايه يا جهاد؟ انا يا فندم شغال في محل مواد غذائيه. يعني انت بتشتغل وبتاكل عيش بالحلال؟ فانت حبيت تعمل المهرجان ده، ده اول مهرجان ليك؟ اه ده اول مهرجان ليا، اغنيه في حب مصر. طب اياك بس لو صوتك مشي مع الناس والمهرجانات عليت، ما تروحش تطلع بالعربيه بقى وتقول انا نمبر 1 ولا حاجه. طيب عموما احنا متشكرين للاستاذ جهاد جيكا من ابو جرجاس، وانا بحيي اهل الصعيد كلهم اللي هم اهلي وناسي. اهو برضه نقدر نستغل المهرجانات يا جماعه في ايه؟ في حاجه تنفع البلد. يا ريت بقى التقرير اللي جاي لنا من امريكا يا استاذ وليد. طيب جالنا تقرير النهارده من الاستاذ محمد العالم الصحفي بامريكا، وجاي لنا مخصوص لبرنامج ضد الفوضى، مراسلنا واخونا الاستاذ الصحفي محمد العالم من امريكا. نسمع مع بعض التقرير ده عشان مهم جدا وهنتكلم فيه سريعا بإذن الله. متابعي ومشاهدي برنامج ضد الفوضى قناة الصحة والجمال، أهلا ومرحبا بكم. أنا معكم محمد العالم، صحفي مختص بالشأن الأمريكي، أحدثكم من الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نجيب على سؤال هام، وهو سؤال الساعة بالنسبة للعالم والجمهور المصري، أيضا المتابع للانتخابات الأمريكية وأجواءها في الفترات والأيام السابقة، وهو هل يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني ترك السلطة أو مغادرة البيت الأبيض بعد إعلان جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما مصير الطاعون التي تقدم بها وتقدمت بها حملته؟ الإجابة هنا واضحة، أنه إذا ما أعلن جو بايدن رسميا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فإنه سيترك الفترة الرسمية لترامب حتى يسلم السلطة، وهي يعني يوم 19 يناير المقبل، وبالتالي عقب هذا اليوم سيتم تسليم السلطة إلى جو بايدن، ولن يكون لتواجد الرئيس الأمريكي صفة بالبيت الأبيض، وبالتالي سيغادر سواء طوعا أو كراهية. الدستور الأمريكي والديمقراطية الأمريكية لها أسس ثابتة لا يمكن تغييرها من أجل شخص أو من أجل يعني حتى الحزب الجمهوري. وبالمناسبة الحزب الجمهوري لم يقف مع ترامب في هذه يعني التصريحات الغريبة وتصريحات وزير خارجيته بأنه سيتم انتقال ثالث للسلطة يعني للرئيس، لولاية ثانية للرئيس ترامب، والبعض اعتبر أن هذه مجرد مزحة لأنها ليس لها أي سند قانوني. حتى الآن جو بايدن يسمى الرئيس المنتخب حتى يتم إعلانه رسميا من قبل يعني المحكمة العليا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم تسليم السلطة في 20 يناير القادم في احتفالية كبرى تعود عليها الجمهور والشعب الأمريكي. فبالتالي حتى الآن جو بايدن هو الرئيس الفعلي للولايات المتحدة أو القادم للولايات المتحدة الأمريكية، ويسمى الرئيس المنتخب حتى يتم تسليم السلطة له. مصير طاعون ترامب حتى الآن لم يقبل إلا واحدة منها، والآخر رفض، يعني عشرات الطعون رفضت، لأنه يعني في هذه الحالة قالت المحكمة أو المحاكم التي نظرت هذه الطعون أنه لا جدوى منها، لأنها لم تأتي بأدلة ثابتة توضح عملية التزوير أو ما شابه ذلك من تصريحات ترامب الغريبة. حتى يعني بعض التصريحات من المسؤولين في حكومة ترامب الغريبة نوعا ما التي تقول سيتم، مثل وزير الخارجية الأمريكي الذي يقول سيتم تسليم السلطة لولاية ثانية لترامب، هذه تعتبر مجرد مزحة، لأنه في حال إعلان جو بايدن رئيسا فسيتم السماح لترامب بالتواجد بالبيت الأبيض حتى 19 يناير القادم، بعد ذلك ستنتفي صفة الرئيس عنه ويعتبر مغتصب لحقه، أو يعني ليس من حقه التواجد بالبيت الأبيض، وبذلك ستتم
يعني او ستتم الحكومه الامريكيه والمؤسسات الامريكيه العمليه الديمقراطيه حسب القانون وحسب الدستور، ولن يتم السماح بخلخله هذا النظام لمجرد ان شخصا ما رافض للنتيجه. شكرا لكم. طيب كان معنا تقرير من امريكا من الاستاذ محمد العالم، وهذا التقرير خاص ببرنامج ضد الفوضى خاصة لنا، وده من فضل ربنا علينا لان احنا نتواصل مع جميع دول العالم، ده من فضل ربنا علينا. والاستاذ محمد العالم من الناس اللي يعني شاطرين جدا في مجال الصحافة والشأن الامريكي، كان لسه بالمناسبة في قنوات برضو تانية مصرية مع بعض الزملاء الاعلاميين. اللي انا عايز اقوله بقى في التلخيص ده، مفيش حاجة اسمها ان ترامب يرجع تاني، عشان بس تريحوا دماغكم شويه، والناس عماله تطلع اشاعات اصل وزير خارجيه امريكا طلع قال مش عارف ايه وهيقاضي جون بايدن والانتخابات لسه فيها كلام واحتمال ترامب مش عارف يقعد. لا بصوا، القانون الامريكي او الدستور الامريكي واضح، فانت سيبك من الاشاعات والتقرير واضح معانا. في حاله الاعلان الرسمي ترامب هيروح هيبقى مواطن عادي، وده مش عيب صدقني. مش معنى ان انت تبقى ريس يبقى انت احسن من الناس، لا ده بالعكس، انت بتتحمل مسؤولية البشر كلها اللي حواليك. ناس فاهمة غلط، فاهمة ان موضوع ان ابقى ريس او ابقى عضو مجلس الشعب او ابقى مش عارف عضو فين او ابقى انت بتشيل مسؤولية، لو انت مش قدها يبقى انت خربت بيتك بايدك. فالنهاردة امريكا، لان امريكا لها من السياسات على مستوى العالم والاقتصاد والتأثير على مستوى العالم، لذلك كل الأنظار متجهة لها، واخد بالك؟ فجون بايدن فارق عن الرجل ترامب اللي هو عمرو أديب بيقول عليه أبو حنان، أنا معرفش بيقول عليه أبو حنان منين، بس المهم أيا كان الأمر، أنا بقى قبل ما أختم معاكم برحب ببدر بنون لأنه مضى النهاردة للأهلي منذ ساعات، وبقول له يا بدر المدافع المغربي مضى 4 سنوات للنادي الاهلي. طب انا بقول له ايه؟ بقول له يا رب يكون وشك حلو علينا وناخد التاسعة. بس ده مش تعصب، ده تمني، ويكون ماتش جميل ويكون مفيش تعصب، ويكون بدر بنون المدافع المغربي اللي مضى للاهلي يكون وشه حلو علينا وناخد التاسعة باذن الله. كنت معاكم في برنامج ضد الفوضى، وبشكر فريق الإعداد وعلى رأسهم الأستاذ وليد عمارة والأستاذ محمد عبد السلام وكل الإخوة في الاستوديو، وربنا يجعلنا دايما في الخير ويحفظ بلدنا ويعدي أيامنا كلها على خير ويحمينا ويحفظنا من أي أمراض يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.